رح روح لأولى محطاتنا فرح، ويمكن كتير مننا أشخاص بيتأثروا بالمحيط فيهم وبالمجتمع لحتى ياخذوا أي قرار. يمكن كتير أشخاص بيعتمدوا شو بيكون المجتمع عم يعطيهم توقعات بيبنوا عليها حياتهم قراراتهم كل شيء. ما فينا سلمى نكون احنا بمعزل عن المجتمع، هذا الشيء اكيد بنتاثر ومنأثر بهذا المجتمع لانه الانسان بطبعه هو مجبول على التغيير، لكن اذا بدنا نحكي عن ردات الفعل كيف ممكن تكون، شو هي ردات الفعل الصحيحه، كيف الانسان بيقدر يضبط نفسه وكيف بيقدر ياثر بطريقه صح ويتاثر بهذا المجتمع، هذا الموضوع طبعا ما هو بسيط رغم انه عم نحكي عنه بكلمات قليله، لكن اكيد بده خبره وبده تدريب نفس بشكل كثير كبير. هالموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل مع الأستاذة سلوى عرنوس لنتعرف أكثر على هذا الموضوع. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. خلينا نبلش اليوم من هذا العنوان العريض، قديش اليوم الإنسان بيتأثر بالبيئة المحيطة اللي هي فيه أكثر من ما يبني كتير من حياته أو خليني أقول ردود فعله على هو فعلا شو لازم يعمل. تمام، خلينا نفرق أول شيء ما بين ردة فعله وأخذ القرار اللي قلتوه أنه بيتأثر بالآخرين. في قسم كبير من الناس قرارهم خارجي، يعني قراره بيكون مبني على رأي اللي حواليه، ما بيكون قراره مبني على قناعاته. في أشخاص باخذ رأي فلان وبسأله برجع لرأيه، وهو اللي دائما بنقول له ليه بتسألنا إذا بدك تعمل اللي بدك إياه، لأنه هو شخص بجرد أنه بيسأل لكن قراره بالحقيقة هو داخلي. لكن في قسم كبير مو بس قرار خارجي، هو قرار بيهتز برأي الآخرين، يعني حتى بعد ما ياخذ قرار مجرد فئة من الناس شريحة معينة تقول له أنه قرارك لا لو أخذت هذا القرار كان أحسن بتردد، وهي مشكلة، هذا اسمه اضطراب، أنه أنا ما بقدر آخذ قرار بحياتي، أكيد لازم أتدرب كيف آخذ قرار مناسب إلي. ولكن تأثري بالمجتمع من المخاوف أن أكون منبوذا. أكثر الناس ما بتحب أن تكون منبوذة أو مرفوضة، يعني أحيانا الشخص للأسف بتبنى أفكار ما مقتنع فيها بس كرمال ياخذ قبول من الآخرين، وخاصة إذا فات على بيئة عمل مختلفة تماما عن جوه بس هو حابب يضل موجود فيها، فبيحاول قدر الإمكان أنه يتبنى آرائهم كرمال أنه ما يحس أنه منبوذ. لأنه الإنسان إذا كان مرفوض هي مشكلة، أكيد مشكلة كتير صعبة، وأي حدا فينا ما بيقبل أنه يكون مرفوض، ولكن في فرق بين إني أنا أحصل على القبول وبين أنا تكون شخصيتي ممسوخة، إنه أنا ما عم بوجد نقاط أساسية لشخصيتي، يعني ماشي مع الموج. هون أكيد اضطراب ولازم أنا انتبه لحالي وغير بشخصيتي. هلأ حكينا عن اختلاف الشخصيات بين الناس، بعض الأشخاص مثل ما قلتي أستاذة أنه بياخدوا آراء الجميع صح، لكن بالنهاية بيرجعوا لرأيهم الشخصي. البعض الآخر ممكن يكون مثل إحنا ما بنسميهم بالحياة العادية أو الحياة العامية أنه هني أشخاص قنوعين قادرين نحن نقنعهم بفكرتنا صح وبرأينا، لكن بعض الأحيان أفكارنا وآراءنا ممكن تكون خطأ صح. اليوم الإنسان كيف بيقدر ياخد القرار الصح مع استشارة الناس اللي حواليه؟ ما بيمنع يعني. تمام، أكيد الإنسان لازم يأخذ قرار سليم، ومو غلط إنه يستشير، لأنه الإنسان لما بيستشير بيستفيد، ولا سيما إذا استشار ناس عندهم خبرة. يعني أنا مثلاً عم إجتني وظيفة بشركة كتير مهمة وبعرف في أشخاص كانوا يشتغلوا بهالشركة، مو غلط إنه أنا استشيرهم أخذ من خبرتهم إذا هن صادقين معي أكيد. لكن وين المشكلة؟ المشكلة إنه قبل أي قرار وكل ردة فعل هي مرتبطة بشخصيتنا الأساسية، ولما بنقول مرتبطة بشخصيتنا الأساسية رجعنا لبناء الشخصية من الطفولة. هذا الشخص هل هو متوازن؟ هل عنده توازن شخصية؟ في أشخاص متوازنين بيسأل وبيشوف في رأي مناسب بياخده بيتبناه، وهي شخصية متوازنة. لكن إنه أنا بسأل لمجرد أسأل وعندي قرار ما بغيره، في نوع إنه نوع آلية دفاعية عم دافع عن نفسي بهالطريقة، في عدم توازن، أو أنا متأثر مع الموج، كلمة بتاخدني كلمة بجيبني، كمان ما له صح. الصح إن تكون شخصيتي متوازنة، ولكن عدم توازن الشخصية مرتبط بالطفولة. يعني هذا الشخص ما هو متعود كيف يواجه التحديات، ما عنده معرفة حقيقية للداخل لحتى يأخذ قرار. يعني أنا قراري بده يكون في معرفة حقيقية لإلي. يعني كتير أشخاص مثلا بتقلك أنا عندي طموح. شو الطموح اللي حابة؟ حابة أن أكون كتير ناجحة بشغلي. بتكون هي لسه ما عم تشتغل، يعني في خطوة 1 2 3 4 بعدين. فأول سؤال بسأله أنه شو بتشتغلي؟ بتقلي والله لسه ما عرفاني شو بدي أشتغل. بقول لها أنت الرؤية عندك غير واضحة،
انت اول شيء لازم تعرفي شو بدك تشتغلي، شو الشغل اللي بيناسبك، شو الامكانيات، شو عندك ارضيه وشهادات تاهلك لتشتغلي، بعدين بنقرر انه نكون متميزين كثير بشغلنا. فتخيلي الانسان في قسم كبير على هي النقاط البديهيه ما عنده معرفه، فكيف بده يكون معرفه عنده معرفه باخذ القرار؟ اذا هو ما عنده معرفه هو شو لازمه، هو شو محتاج؟ فبده يكون عندنا بناء شخصيه اساسيه وعندي معرفه حقيقيه لذاتي لحتى اعرف اخذ قراري. مثلا شخص اخذ قرار عمل، هذا العمل يتطلب الضغط، يعني كثير في ضغط بالعمل، في ساعات طويله، هذا الشخص بيعرف حاله ملول، ما عنده مسابرة، بدي خلقه بسرعة، سهل يترك، أخذ قرار إنه يلتزم بهالوظيفة. ده قراره صائب طبعاً، أبداً ما له صائب، فما عنده معرفة حقيقية بذاته. هل أنا عندي معرفة حقيقية بذاتي لأعرف اختار قراري يناسبني ويناسب حياتي؟ فلا بد من إني أعرف ذاتي، ما أبني قراري على الآخرين، يعني مو لازم أخذ قرار مثل ما فلاني أخذته، فلاني غير أنا. أكيد. طيب حكيتي بالبداية أنه شوي القرارات بتختلف عن ردود الفعل، يعني اليوم في أشخاص بتلاقيهم سريعين بالردود الفعل بس مو سريعين باتخاذ القرار. صح. يعني بيحسبها مرة واثنين وثلاثة قبل ما يعمل أي شيء، بس لما بيصير عنده مشكلة ممكن فجأة يعمل ردة فعل. شو الفرق بيناتهم وليش في هذا الفارق بتصرف السلوك الإنساني يعني عند نفس الشخص؟ تمام. ليش أحيانا منشوف ردات فعل كتير مبالغ فيها؟ يعني احيانا شغله تافهه ما انا محتاجه، تلاقي شخص بعصب كثير وبيحول الموضوع لشيء مفصلي الا تراكمات. طبعا عنده تراكمات، ما عبر، ترك عنده تراكمات، وهالموقف فجر كل شيء بمواقف ثانيه ممكن مو مع نفس الشخص. يعني في موقف يخلينا نعمل رده فعل كثير مبالغه، الطرف الثاني يقول لك شو صار معه، شو بك، يعني ما نعرف. وهلا المشكله ثلاث ارباع العالم عندها المشكله انه انا عندي رده فعل، او انا كثير تراكمات، او مثلا بتقول لك وحده انا ريحت راسي ما حكيت مع حدا، هذا ما له، هذا ما له صح. انت مو ريحتي حالك، انت فتي يمكن انطواء، عرفتي علي؟ كثير اشخاص بتقول لك انا اصلا هلا ريحت حالي ما عاد حكيت مع حدا، احسن من ما يعمل رده فعل سلبيه. لا، نحن بدنا نكون فكره، لا بدنا نكون انفعاليين ولا بدنا نروح انعزاليين. اول شيء بس اعمل رده فعل، شو بيعمل اللي بيعمل لك ما عملت شيء؟ ما بيعترف. نحن بنقول الاعتراف في المشكلة بحل نص المشكلة. يعني أنا لما برجع على البيت بنتبه إنه أنا انفعلت بشكل مبالغ على شخص، أصلاً هذا الشخص اللي قدامي مو عارفان إنه أنا عندي تراكمات. أنا كتير بقولها إنه الشخص اللي قدامنا أحنا ما بيستوعب إنه في تراكمات. بالنهاية الناس ما لهم مسؤولين يمكن عن المواقف اللي نحن مرينا فيها، أو حتى هي التراكمات، وممكن ما يكون عندهم هي الخلفية الصح. حتى في ميدان العمل خلينا نقول بشكل خاص، اللي نحن ممكن نشوف مثل هاي المواقف بشكل كتير كبير اليوم. كيف الإنسان بيقدر يضبط حاله؟ هي القوة اللي ممكن مو كل الناس بيمتلكوها، وهي بعتبر أنا يمكن ملكة. الشخص بده تدريب كتير لحتى يقدر يوصل له. هلا خلينا بالشق الاولاني، العمل ضروري نملكه كثير، لانه العمل له اخلاقيات. زميلي بالعمل ما له مضطر يتحمل غضبي وعصبيتي، يمكن بالعيله شوي يستوعبوني بحكم انه نحن عيله يعني مقربه، هذا موضوع ثاني. ولكن رده فعلي مرتبطه بافكاري ومرتبطه بمشاعري، مرتبطه انا هون شو عملت افكار براسي لحتى عملت رده هالفعل. تماما. مثلا بعض الأشخاص، أحكي لك مشاكل مثلاً تجينا بالاستشارات، صديقتي أنا كتير معصبة منها، وقت بيكون معها مشكلة بتقلي، تصير معها شيء حلو ما بتقلي. مين قال إنه هي لازم تقلك؟ هذا أول سؤال منسأله. طب مين قال إنه هي لازم تقلك؟ طبيعي أنا بقلها. معناتها أنا لما كنت كتير واضحة مع رفيقتي توقعت، هي توقعاتي، تخيلت إنه هي لازم تكون هيك. فلما هي ما كانت مثل ما أنا متخيلة شو بصير عندي؟ غضب، وبصير عندي تفسير انه هي ما عملت هيك معناتها ما بتوثق فيني، معناتها هي ما بتعتبرني رفيقتها. شو صار عندي انا؟ صار حديث النفس الخاطئ، بالتالي صار اي تصرف هي بتعمله انا ببنيه بناء على هالافكار اللي عندي، لاوصل لمرحله انه انا ما كمل انا ورفيقتي وما نكون اصدقاء مقربين. اول شيء لازم نفهم انه الشخص الاخر له شخصيته، فانا باخذ قرار. هل انا حابه اني اكون كثير كثير واضحه مع رفيقتي؟ هذا قراري، لو هي ما لا واضحه لازم احترم هذا القرار، هي حرة بحياتها. هل أنا متقبل ولا أنا مشروط هذا الشيء؟ طب إذا مشروط هل أنا حكيته؟
ولا هو بديهيا العالم بدها تعرف شو في بعقلنا؟ اكيد لا. هي هون المشكله. بنيجي للشغل، ردات فعلنا بنكون احيانا كان لنا شغل قبل، حدا سمح لنفسه يتدخل فينا فاخترق مساحتنا الشخصيه، وهم انا بصير كثير عنيف ما بدها. كثير مهم اني اطر علاقاتي واطر بشغلي، مساحتي الشخصيه ما اسمح لحدا يتدخل فيها بكثير لطف. يعني فيني اقول شكرا كلك ذوق بس ما 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 سالتك بس شكرا. يعني دائما نكون لطيفين، نحط حد بلطف، مو بانفعال، مو بعصبيه، مو يعلى صوتنا داخل العمل. اكيد العمل له اخلاقيات، ودائما بالعمل نحن نكون عم نعطي طاقه ايجابيه لبعض، عم نبتسم، عنا كلمه حلوه بنقولها، ما عنا بنسكت، بنحتفظ بكلماتنا السلبيه لإلنا. اما نكون نحن بالعمل نعطي هالطاقه السلبيه للموظف الثاني ونأثر على طاقته ونخليه يحمد او نحكي على زميلنا الثاني، اكيد هي مشكله كثير كبيره. فردة فعلنا تجاه المواقف مرتبطه فينا. شخص متعرض لخيانات متعدده بالعمل وغير العمل، لا شعوريا ممكن يعمل يعطي لحاله الحق، ديري بالك لا توثقي فيها. انت مين طلب نصيحتك؟ او تحط ببالي افكار انه اصدقائي حيكونوا سيئين. فنحن بدون ما نشعر، الفكره انه لازم اتذكر كثير منيح افكاري هي هون، ما بالضروره انها تكون موجوده عند الاخرين. احترم الطرف الاخر بدون ما اجرحه، حط مساحه شخصيه لنفسي. هذا الموضوع كثير بريحني، ودائما لما احس انه انا عندي ردات فعل معناته انا ما عندي اداره حاله شعوريه بشكل صحيح. انا مثل كبايه المي عم تتعبى لطافت. لا تخلي، يعني كلمة بيقول إبراهيم الفقي بأحد كتبه، لا تسمح لأحد بأن يملأ فنجانك، لا تسمحوا لحدا يملأ فنجانكم السلبي. أي رد، أي تصرف سلبي بيزعجنا لازم نقعد مع حالنا ونفرغ هالمشاعر السلبية. وما غلط أني حط مساحة شخصية، أنا ماني مضطر لكون كتير لطيف، اسمح للآخر أنه يزعجني، أنا فيني حدد مساحة شخصية تريحني. ماني مضطر أتعاطى مع حدا كتير بكئبني، ماني مضطر لحتى انا والله انه خجلان منه، بحط حدود، بقرب مني الناس الايجابيين. برايك الكآبه معديه او طبعا الطاقه السلبيه كثير معدي؟ كل شيء معدي. اذا حدا تتعوب مرتين قدامك تتعوبي، كل شيء معدي. وللاسف انه الطاقه السلبيه تخيلي انها بتشد اكثر من الايجابي. لهيك نحن لما اولادنا بيروحوا على المدرسه بنقول له ما قدرت، ما عرفت تغار الا من هذا، تتعلم منه، ليه ما تعلمت من الاولي؟ الطاقه الايجابيه بدها كتير وعي عالي لحتى انا قلدها. فالطاقه السلبيه طبعا بتعدي لما بنسمع كتير شيء سلبي. هي الاشياء اللي انا سمعتها ارسلت لي طاقات، انا ماني معالج. المعالج النفسي لما بيسمع اي شغلات سلبيه بيقدر يفرغ مشاعره السلبيه ويعمل مثل حد بينه وبين هالشيء اللي عم يسمعه. ما انا لما بسمع كتير شغلات سلبيه من اصدقائي لا شعوريا، لو انا بنتقدهم بعد فتره رح اعمل مثلهم. دائما بنقول لهم بتقلد الشيء اللي ما بتحبه. دليلا على ذلك الطفل اللي كان يشوف امه عم تنضرب او تعنف من ابوه يعنف زوجته في المستقبل. تخيلي هو كان ينتقد والده. فنحن الشيء السلبي اكيد بيعدي، بس مو معناتها لا تحكي طاقه سلبيه، اكيد لا. الفكره انه نحن اذا الناس اللي قدامنا بنحبها ننقل على حديث ايجابي. كثير شيء حلو انه نشوف كوميديا لو 10 دقائق، نسمع شغلات بتضحك، الضحك معدي طاقه ايجابيه. طيب سلوى، في كثير ناس بيعتمدوا على مبدا اللامبالاه، مو اللامبالاه السلبيه، اللامبالاه الايجابيه، اللي هو انا ما اعطي شيء اكثر من حده، خلص يعني هذا الامور هيك بدي اتاقلم معها هيك. وممكن يكون مثل ما حكينا بالبدايه، ممكن يكون الابتعاد عن بعض الاشخاص، عن بعض المواقف، هو لامبالاه ايجابيه مو لامبالاه سلبيه. تماما. يعني مو انا اذا طنشت معناته انا لانه ماني قدرانه واجه، لا، بجوز فعلا انا عم ريح راسي لانه شايفه هالمواجهه ما في من وراها أكيد. نتيجه تمام. يعني ماني مضطره اعمل رد فعل عليها. تمام، خلينا نقول هي مو اللامبالاه، يعني التعبير الصحيح انه انا ما عم بعطي الشغلات اكبر من حجمها. مثلا صار معي موقف الصبح وانا بس عندي مشوار او عندي طلعه كثير اضطراريه، الموقف كان كثير مزعج، مثلا ما كنت كاوي قميصي وقعدت اكوي الصبح واحترق معي، اكيد شيء بيزعجني. هي بتقهر تماما، موقف كثير صعب. او مثلا انا حاجزه عند كوافيره وطالعه وللاسف انه هي اعتذرت وما في حدا حيفتح بهذا الوقت اللي انا كثير مضطره عليه. كثير شيء مزعج. الفكره انه انا هذا الحدث صار هلا. بعد نص ساعه صار ماضي. لا تاخذ الماضي معك. هون معناتها انا شو عملت؟ بركي بيأثر على المستقبل. ما انا عم اقول لك
نحن وين ضليتي بهي الشعور وسحبته معي؟ في ناس بتقلك بلش شعور حلو بضل نهاري هيك، بلش شعور سلبي بضل نهاري هيك. تدريب. الفكرة انه صار هذا الحدث وانتهى، فورا بدي لاقي حل. ممكن حل غيرت القميص، ممكن حل حطيت طاقة، عملت شيء خير خلصت حالي من المشكلة اللي انا فيها. بس اخذت درس انه دايما يكون عندي كذا اوبشن مشان انا اكون جاهز. اخذت الفكرة، فانا اكيد ما اعطيت الموضوع اكبر من حجمه، لاني لما بعطيه موضوع اكبر من حجمه رح اعصب وكل شيء رح يجي. السيارة تتأخر وانا اتأخر وكل شيء عم يجي بالعكس بالضد بالضد، فكتير بعصب، بتزيد القصة. عبيت فنجاني وفي حدا اكل كل هالطاقة السلبية اللي انا اخذتها بوشه، تفششت بفه وبعدين قلت له سوري انا ما قصدي، بس عشان انا كنت كتير معصب، بس انا هيك اذيت الاخرين بدون ما اشعر وانا ما بحب حدا يأذيني. انا لازم بعض الاشياء عن جد اتجاهلها، بس اتجاهلها كيف؟ لاقي حل وما اعطيها اكثر من حجمها. اما انه انا اتعرض لمشكله حدا كتير يزعجني او حدا اعرف انه مثلا عم يحكي علي حكي سلبي وكتير انزعجت وكاشفه وعم يمثل علي انه بحبني، انا هون انزعجت وانت قالت جاهلت السيره بس حطيتها جواتي ما حليتها، شو بيصير؟ بتزيد. لكن انا لما بعرف انه هذا البني ادم عنده عاده بيحاول يوجد نفسه او قيمته، ننتبه في كثير ناس هيك يوجد قيمته بانه يكون لتات يحكي سير العالم قيمته من هون، فانا لاني بعرف المشكله اللي هو مسكين عم يعاني منها ما اعطيت اهميه لانه هو بحد ذاته غير مهم عندي، يعني كلامه ما عاد مهم عندي، فانا هون جاهلت. حلوه هي الفكره انه نحن نرتب اولويه واهميه الناس تمام. بحياتنا، وهون بيدخل مجال التاثر الراحة. والتاثير والراحه تمام. كمان استاذه سلوى، كيف بقدر اعمل هي الاولويه بطريقه صح ابتداء من الوسط الدائره الضيقه اللي حوالينا وانتهاء بالدائره الكبيره؟ صح، نحن في عنا اخطاء بالدائره، يعني مثلا بقول هي رفيقتي من الابتدائي، هي بنت خالي انا بعرفها، هي بنت عمي، هي الى اخره. الدائرة الصغيرة هي الناس التي أثق بها واللي بقدر وقت يكون تعبان يكونوا موجودين، يمكن يكون شخص واحد مو شرط يكون يقربني، بس هذا شخص عن جد أنا بكتير مواقف دائما ابني تقييمك على المواقف، لا تبني تقييمك على أنه بيشبهني، لا على المواقف، المواقف تكشف الناس تكشف الحقيقة تماما. المواقف نجي بعدين دائرة أوسع، هي دائرة اللي أنا بتعامل معهم، يعني خلينا نقول بشوي دائرة ضيقة بنسبة 50%. الدائرة الأكبر اللي هن معارف وعلاقات وعلاقات عمل إلى آخره، هدول الدائرة. هلأ أنا لما بحدد دائرتي ما بعذب حالي، ولما بحدد ردة فعلي دائما أسأل نفسي دائما وين ما كنا بأي مجتمع في عنا ناس بدون قصد أو بقصد حتكون مزعجة. الشخص الحشور مزعج جدا وكتير موجود، بيسمح لنفسه بطريقة كتير غريبة إنه يتدخل، ممكن يلتقى فيكي بالشارع 5 دقايق يحشر حاله. الشخص اللي بيحب ياخد معلومات بيسأل أسئلة بيصير يسألها وما بيصير يسألها. أنا مشان ما انزعج من هذا النوع من الناس ببساطة الشخص الحشرات بيقول لك شغلة ماشي مزبوط يلا الله هيك يا رب يهدينا الله كلمة واختصري. الشخص اللي بيحب دائما يعرف معلومات بتخصه وما بتخصه ببساطة ما نجاوب نغير لحد كتير يقصر انه سوري يعني عم تسأل شيء انه ما بعرف كيف، يعني سامح لنفسك انك تسأل الأسئلة، ما نخجل انه نطالب بحقوقنا لانه عدم المطالبة بحقوقنا عن جد بحطنا بدائرة مزعجة وخلينا نعصب. انا بعرف وحدة اجت تعمل جلسات، تخيلي سبب الجلسة العلاج النفسي والحالة اللي هي فيها انه عندها حدا بتدخل كتير بحياتها، قالت لي وصلت لمرحلة اني لما بشوف هالحدا كأني عم شوف عفريت بعصب وبجن، ماني مضطرة أنا وصل لحالي لهالمرحلة، أنا ببساطة بختصر وكون واثقة بنفسي. بس دائما أقوى الناس، هي أهم معلومة نقولها بالختام، أقوى الناس من يستطيع أن يقول لا بلطف، آسف بلطف. تماما أكيد. يعني بالنهايه شكرا لك سلوى على كل هاي المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله يكون الكل استفاد منها ويسعد صباحك. صباحك شكرا كثير لك وبقيه نهار حلو لك. شكرا، نهارك مبارك.